وزنهم نحيف نحيف ما يظهرش عندهم سيلوليت. ما يظهرش عندهم هذا المشكل؟ طبعا لا، ممكن ان نكون عندنا يعني هناك ديمانكا عندهم سيلوليت، يعني ممكن ان يكون الوزن نحيف ولكن كاين لا سيلوليت، لانه هذا كما قلنا هو له علاقه بعوامل وراثيه، له علاقه بالهرمونات، وله علاقه بتوزيع وشكل الجسم، توزيع الدهون في الجسم. فهذه هي عوامل عديده. لون البشره يلعب دور دكتوره؟ ما عندوش علاقه؟ لا، هو ليس له علاقة، هي ليس له علاقة. هو طبعا النساء كثير شائع، يعني تقريبا 90% كل 10 نساء تقريبا 9 منهم يعانوا من السيلوليت.